تلاميذ سنة 6 ابتدائي مستر محمود من قناة تعالوا نتعلم انجليزي بيحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا يا ولاد وحدة جديدة ودرس جديد، ومع الوحدة الثالثة يونت 3 الوحدة الثالثة بعنوان فيكيشن بلانس خطط العطلة. فيكيشن بلانس خطط العطلة فيكيشن بلانس خطط العطلة. وقبل ما نبدأ يا ولاد ان شاء الله مع بعض، يا ريت كل تلميذ وكل تلميذة يحط اشتراك للقناة. لو انت مش عايز تحط اشتراك حط لايك للفيديو، حط لايك للفيديو عشان الفيديو ينتشر ويستفيد به اكبر عدد من زمايلك. ليسون 1 الدرس الاول بعنوان Let's go goodbye king on Tuesday. هيا نذهب لركوب الدراجات الرباعية. goodbye king معناها ركوب الدراجات الرباعية. امتى بقى؟ On Tuesday يوم الثلاثاء. مع بعض المفردات يا اولاد: سوق اللي هو السوق. مينيرات مئذنة اللي هي مئذنة بتاع المسجد. ميوزيوم متحف. Goodbye King ركوب دراجات رباعية. Goodbye King ركوب دراجات رباعية. رولي كوستر قطار الملاهي. رولي كوستر قطار الملاهي. باليس قصر. طبعا كاتب لي اكتيفيتيز انشطه، وكاتب لي اول حاجه بيقول لي فيزيت ذا مانيول باليس ميوزيوم زور متحف قصر النيل، او قم بزياره متحف قصر النيل. بعد كده اكسبلور ذا سوكس معناه يا اولاد استكشف. ذا سوكس الاسواق. بعد كده بيقول لي كلايم ذا باب زويلة مينيرات طبعا تسلق مئذنة باب زويلة. تسلق او يتسلق مئذنة باب زويلة. بعد كده تيك فوتوس فور يلتقط صور ل رايد اون ارولي كوستر معناها يركب قطار الملاهي. بعد كده يا اولاد جو كود باي كينج يذهب لركوب الدراجات الرباعية. وزي احنا متعودين مع بعض كل مرة important expressions and propositions تعبيرات وحروف جر هامة. رايد اون يركب على go to the theme park يذهب إلى حديقة الملاهي. excited about متحمس بشأن look interesting يبدو شيق in the desert في الصحراء why don't we لما لا watch the sunset يشاهد الغروب. ومع جزئيه يا ولاد listening and reading الاستماع والقراءه. Listen and read استمع واقرا. طبعا يا ولاد صديق باسل بيقول لباسل في حوار طبعا طويل هنقراه ونترجمه مع بعض. صديق باسل بيكلم باسل بيقول لباسل ايه بقى؟ I am excited انا متحمس.
I am excited. أنا متحمس. About بشأن أو بخصوص، يعني بخصوص إيه بقى؟ Our vacation، أجازتنا. This week، هذا الأسبوع. باسل، يا باسل. I am excited about our vacation this week، باسل. أنا متحمس بشأن أجازتنا هذا الأسبوع يا باسل. طبعا باسل رد عليه قال له Me too، وأنا أيضا. Me too، وأنا أيضا. Why don't we try new places؟ Why don't we try new places؟ Why don't we؟ لما لا نحن try نجرب new places، أماكن جديدة. We can، يمكننا travel، السفر to Cairo، إلى القاهرة. There are، يوجد lots، الكثير to see there، لنراه هناك أو لتراه هناك. طبعا صديق باسل بيقول له يس نعم. We can visit the Manuel Ballis Museum. Yes نعم. We can، يمكننا visit، أن نزور، the Manuel Ballis Museum، متحف قصر النيل. متحف قصر المانيال. Manuel Ballis Museum، متحف قصر المانيال. First، أولا، if we، لو ذهبنا to the museum، إلى المتحف، on Sunday، يوم الأحد، إيه اللي هيحصل بقى يوم الاثنين؟ On Monday، يوم الاثنين، we can، يمكننا take photos، أن نلتقط صور for my school project، لمشروع المدرسي أو للمشروع المدرسي الخاص بي أو لمشروعي المدرسي. طبعا باسل قال له أوكي حسنا، قول رائع. My mom، أمي، كان، يمكن أن، go، تذهب، with us، معنا. She loves، هي تحب، ميوزيمز، المتاحف. Let's also، هيا أيضا، go to، نذهب إلى، the theme park، حديقة الملاهي. And ride on، ونركب، a roller coaster، قطار الملاهي. صديق باسل يا ولاد رد عليه قال له أوكي حسنا. Let's do that، هيا نفعل ذلك. Let's do that، هيا نفعل ذلك. On Tuesday، يوم الثلاثاء. ورجع قال له زرار، يوجد، also، أيضا، some places، بعض الأماكن، outside كايرو، خارج القاهرة. That look، والتي تبدو interesting، شيقة. باسل قال له like what، like what، مثل ماذا، زي إيه كده برضو. صديق باسل قال له we can، يمكننا، go cold biking، الذهاب لركوب الدراجات الرباعية، in the desert، في الصحراء، in Giza، في الجيزة. If we take، لو أخذنا، the bus، الأتوبيس، we will arrive، نحن سوف نصل، in about، في حوالي 30 minutes، 30 دقيقة، يعني نص ساعة. باسل قال له great، عظيم. We can، يمكننا، go، الذهاب، early، مبكرا، on Wednesday، يوم الأربعاء. And come back، والعودة، to the hotel، إلى الفندق، إلى الفندق، before evening، قبل المساء. باسل طبعا يا ولاد رد عليه قال له يس نعم. What else can we do؟ What else can we do؟ ماذا ايضا يمكننا ان نفعل؟ صديق باسل يا ولاد قال له Let's climb the باب زويلة منيرات، هيا نتسلق مئذنة باب زويلة. انصر اصدي يوم الخميس. ورجع قال It's difficult، ذلك صعب. But the view، لكن المنظر، from the top، من الأعلى، is beautiful، يكون جميل. If we are there، لو نحن نكون هناك، in the late afternoon، في وقت متأخر من الظهيرة، في وقت متأخر من الظهيرة، we can، يمكننا، watch، مشاهدة، the sunset، غروب الشمس، over the city، فوق المدينة. رجع باسل قال له قول رائع. And in the morning، وفي الصباح، we can، يمكننا، explore، استكشاف، the سوكس، الأسواق. They are near the منيرات، طبعا عايز يقول له إنها تقوم بالقرب من المئذنة. صديق باسل قال له جريت، عظيم. كايرو here we come، كايرو here we come، بمعنى نحن قادمون يا مدينة القاهرة.
وبكده انتهى الحوار يا اولاد اللي بين باسل وصديقه. ونخش على الاكسرسايز يا اولاد مع بعض. ومع يا اولاد جنرال اكسرسايزز نمبر 1 listen and choose the correct answer، استمع واختر الاجابه الصحيحه from A B C or D. ومع بعض يا اولاد نقرا ونسمع نص الاستماع مع بعض. طبعا الولد بيقول لي باسل اند حازم، باسل اند حازم، باسل وحازم ار يكونوا فريندز اصدقاء. تودي اليوم زي ار اكسايتد، هم يكونوا متحمسين طبعا فرحانين. زي ار جوينج تو جو، هم سوف يذهبون الى جود باي كينج، طبعا هيركبوا الدراجات الرباعيه. فين الحته بقى؟ ان ذا ديزرت، في الصحراء. زين ثم بعد ذلك يعني زي ار جوينج تو، هم سوف يذهبون الى ذا سيم بارك، حديقه الملاهي. انجيزا في الجيزه، او انجيزا سيتي، في مدينه الجيزه. زي وانت، هم يريدوا تو رايد، ان يركبون اون ارولي كوستر، قطار الملاهي. ان ذا سيم بارك، في حديقه الملاهي. ذات ساوندس امازنج، ذلك يبدو مدهش. مع بعض يا ولاد تاني التاكيد. باسل اند حازم، باسل وحازم، ار فريندز، يكونوا اصدقاء. تودي اليوم، زي ار اكسايتد، هم يكونوا متحمسين. زي ار جوينج تو جو، هم سوف يذهبون الى كود باي كينج، ركوب الدراجات الرباعيه. ان ذا ديزرت، في الصحراء. زين ثم بعد ذلك زي ار جوينج تو، هم سوف يذهبون الى ذا سيم بارك، حديقه الملاهي. ان جيزا سيتي، في مدينه الجيزه. زي وانت، هم يريدوا تو رايد اون ارولي كوستر، سوف يذهبون او سوف يركبون قطار الملاهي. ان ذا سيم بارك، في حديقه الملاهي. ذات ساوندس امازنج، ذلك يبدو مدهش. ومع اول سؤال يا اولاد نمبر 1 بيقول لي باسل اند حازم، باسل وحازم، ار يكونوا، يا ترى يكونوا يا اولاد براذرز اخوات، ولا تيتشرز معلمين، ولا فريندز اصدقاء، ولا فيتس اطباء بيطريون. طبعا زي ما سمعنا يا اولاد، طبعا هم فريندز اصدقاء. نمبر 2 زي ار جوينج تو جو، هم سوف يذهبون ها طبعا كود باي كينج، لركوب الدراجات الرباعيه. ان ذا نقط، فين حته بقى؟ في سي البحر، ديزرت الصحراء، ريفر النهر، نيك البحيره، طبعا يا ولاد ديزرت الصحراء. ذا سيم بارك، حديقه الملاهي. از ان، تكون في حته، طبعا بيقول لي نقط سيتي، مدينه ايه؟ طبعا سيتي مدينه، نقط سيتي يعني طبعا ايه؟ كايرو سيتي، مدينه القاهره، ولا لوكسور سيتي، مدينة الأقصر، ولا أسوان سيتي، مدينة أسوان، ولا جيزا سيتي، طبعا زي ما قرينا مع بعض يا أولاد، جيزا سيتي، مدينة الجيزة. بيقول لك طبعا زي وانت، هم يريدوا تو رايد أون، أن يركبوا، عايزين يركبوا إيه يا أولاد؟ رولي كوستر، قطار الملاهي، ولا قمل، جمل، ولا هرس حصان، ولا باص أتوبيس. طبعا يا أولاد زي ما سمعنا رولي كوستر. بعد كده يا أولاد الجزء الثاني ليسن أند كومبليت، برضه نفس الكلام، مع بعض نقرأ نص الاستماع مع بعض. طبعا مع بعض يا اولاد. لاست ويك، لاست ويك، الاسبوع الماضي. اي ترافلت، انا سافرت تو كايرو، الى القاهره. ويز ماي سكول، مع مدرستي. اي لايك تو جو اون سكول تريبس، انا احب ان اذهب في رحلات مدرسيه. وي ارايفد، نحن وصلنا ان كايرو، طبعا في القاهره او الى القاهره. ان ذا ايرلي مورنينج، في صباح مبكر. ات ايت، في الثامنة. وي فيزيت، نحن زرنا. وي فيزيتد، نحن زرنا ذا ايجيبشن ميوزيوم، المتحف المصري. اور تيتشر، مدرسنا او معلمنا. تولد اس، اخبرنا يعني حكى لنا طبعا. ميني انترستينج سينجز، ميني انترستينج سينجز، العديد من الاشياء الممتعة او الشيقة. اباوت ذا ميوزيوم، عن المتحف. وي هاد، طبعا عايز يقول لك نحن قضينا يعني ميني امازنج فوتوس، او نحن التقطنا ميني العديد من امازنج فوتوس، الصور المدهشه طبعا زير هناك. ليسن اند كومبليت، استمع واكمل. نمبر 1 لاست ويك، لاست ويك، الاسبوع الماضي. اي ترافلت، انا سافرت تو، الى مين يا ولاد؟ زي ما قرنا وسمعنا مع بعض. ويز ماي سكول، ها، مع مدرستي. رحنا فين؟ طبعا رحنا يا ولاد كايرو، القاهرة. ماشي يا ولاد؟
نمبر 2 اي لايك تو جو اون سكول، انا احب ان اذهب في، عايز طبعا عايز نقول رحلات مدرسيه اللي هي تريبس. نمبر 3 يا اولاد وي فيزيتد، نحن زرنا ذا ايجيبشن. مين يا اولاد؟ طبعا احنا قلنا ذا ايجيبشن ميوزيوم، المتحف المصري. نمبر 4 اور نقط، مين يا اولاد؟ تولد اس، حكى لنا من انترستنج سينجس العديد من الاشياء الشيقه والممتعه اباوت ذا ميوزيوم، عن المتحف. طبعا مين يا اولاد؟ اور تيتشر، معلمنا. نمبر 3 يا اولاد بيقول لي ريد اند كومبليت، ريد اند كومبليت، اقرا واكمل ذا ديالوج، الحوار ويز ذا ووردز، بكلمات فروم ذا بوكس، من المربع. عندنا يا اولاد طبعا انترستنج، شيق او ممتع، فيزيت معناه يزور، تراي معناه يحاول او يجرب، بيراميدز طبعا اهرامات، واكسايتد متحمس. طبعا الحوار بين هشام واحمد، هشام بيكلم احمد بيقول له هاو دو يو فيل احمد، هاو دو يو فيل احمد، كيف تشعر يا احمد او بما تشعر يا احمد. احمد يا ولاد رد عليه قال له اي ام ريلي، انا حقا ايه يا ولاد؟ اباوت بشان ذا فيكيشن، الاجازه او العطله. هيقول له طبعا يا ولاد، هيقول له طبعا اكسايتد، متحمس. ادي اول واحده يا ولاد، اكسايتد متحمس. اي ام ريلي، انا حقا اكسايتد، متحمس، اباوت، بخصوص او بشأن ذا فيكيشن، العطله او الاجازه. هشام طبعا قال له مي تو، وانا ايضا، مي تو وانا ايضا، واي دونت وي، لما لا نحن، طبعا عايز يقول له نجرب، ها، نيو اكتيفيتيز، انشطه جديده. طبعا يا ولاد يبقى تراي. احمد رد عليه قال له يا ولاد جود ايديا، جود ايديا، فكره جيده. Do you like to، هل أنت تحب أن، طبعا عايز تقول، عايز يقول له هل أنت تحب أن تزور نيو بليسز، أماكن جديدة. طبعا ولاد يبقى فيزيت. رجع هشام رد عليه قال له يس، نعم، I love to visit، أنا أحب أن أزور نيو بليسز، أماكن جديدة. أحمد قال له what about، وماذا عن فيزيتنج، زيارة ذا نيو ميوزيوم، متحف جديد. هشام قال له يا اولاد جريت، عظيم، وات اباوت، وماذا عن فيزيتنج، زياره ذا نقط، تو، عايز يقول له طبعا وماذا عن زياره مين يا اولاد؟ ذا بيراميدز، الاهرامات، تو ايضا. رد عليه احمد يا اولاد قال له اوكي، حسنا، زي ار، انهم يكونوا نير، بالقرب من ذا نيو ميوزيوم، المتحف الجديد. وعمان نمبر 4 يا اولاد، ريد اند ماتش، اقرا وصل او اقرا ووصل A with B. نمبر 1 يا اولاد العمود A، اول واحد اول جمله بتقول لي I like to ride on a roller coaster، انا احب ان اركب قطار الملاهي. طبعا يا اولاد ها الاجابه بتاعته at the theme park، في حديقه الملاهي. at the theme park، في حديقه الملاهي. I like، أنا أحب، to ride on، أن أركب، a roller coaster، قطار الملاهي، at the theme park، في حديقة الملاهي. نمبر 2، there are، يوجد، there are، يوجد، lots، الكثير، ها، الكثير يا ولاد بقى، ها، to see، لتراه، in كايرو، في القاهرة. there are، يوجد، lots، الكثير، to see in، لتراه، كايرو، في القاهرة. دي نمبر 2. نمبر 3، Why don't we؟ لما لا نحن؟ ها، لما لا نحن، لما لا نحن يا اولاد؟ تراي، نجرب نيو بليسز، اماكن جديده. نمبر 3. نمبر 4، We can، نحن نستطيع، take، ان نلتقط، ها، او ناخذ، many، العديد من ايه يا اولاد؟ ها، فوتوس، الصور،
of the museum في المتحف. نمبر 4. طبعا يا ولاد نمبر 5 we can نحن نستطيع watch ان نشاهد نشاهد يا ولاد the sunset غروب الشمس over the city فوق المدينة. نمبر 5. طبعا السؤال الخامس يا ولاد choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة from A B C or D. بيقول لي طبعا نمبر 1 زرار أو زي آر زرار زرار ميني رايدز تو تراي إن زرار ميني رايدز تو تراي إن هناك العديد من الألعاب التي يمكنك تجربتها في حتة بقى يا أولاد نجربها فين؟ ميني ريت ميني ريت المئذنة يا أولاد ولا سيم بارك حديقة الملاهي ولا لايبراري المكتبة ولا ميوزيوم المتحف؟ طبعا يا ولاد سيم بارك حديقة الملاهي. نمبر 2 ذا انشنت موسك ذا انشنت موسك المسجد القديم هاز به او فيه يعني افيري هاي نقط في حاجة عالية جدا. المسجد طبعا يا ولاد كل مسجد فيه ايه عالي؟ طبعا مئذنة. طبعا هو كاتب لي بيقول لي ماونتين جبل ماونتين جبل سينما اللي هي سينما طبعا ولا كومباني شركة ولا مين ريت اللي هي الايه المئذنة. طبعا هي طبعا هي ذيس انشنت موسك هذا المسجد القديم هاز به افيري هاي مين ريت مئذنة عالية جدا. نمبر 3 ليتس هيا. طبعا يا ولاد يمكن انا نسيت اقول لكم ان ليتس دي يا ولاد بمعنى هيا وبيجي بعدها الفعل في المصدر. ليتس بمعنى هيا ويجي بعدها الفعل في المصدر بدون اضافات. طبعا احنا شرحنا قبل كده يا ولاد يعني ايه فعل في المصدر بدون اضافات. يعني الفعل ما فيش في اخره اس ما فيش في اخره اي اس ما فيش في اخره اي دي ما فيش في اخره اي ان جي. طبعا ما هوش في الماضي او مش في الباست. يبقى كده يا ولاد عرفنا يعني ايه فعل في المصدر. هو هنا عايز بعد ليتس ايه الفعل في المصدر. نكمل بقى الجمله بيقول لي ليتس هيا طبعا كلهم يزور. عايز يقول لي ليتس هيا طبعا نزور هنعرفها بقى دلوقتي ذا ايجيبشن ميوزيوم المتحف المصري تمورو غدا. طبعا مين اللي في المصدر يا ولاد في الاربعه دول؟ طبعا احنا قلنا الفعل في المصدر الفعل بدون اضافات. اديك شايف يا ولاد ده اهو طبعا هو ده اللي هنختاره هو ده اللي في المصدر فيزيت. طبعا ده يا ولاد فيزيت اهو بس متضاف لها اس مش هتنفع. فيزيتد في الماضي في الباست يعني مش هتنفع. فيزيت متضاف لها اي ان جي طبعا ما تنفعش. لكن احنا قلنا ليتس بيجي بعدها الفعل في المصدر يا ولاد اللي هو فيزيت الفعل في المصدر الفعل بدون اضافات. ليتس فيزيت هيا نزور ليتس فيزيت هيا نزور ذا ايجيبشن ميوزيوم المتحف المصري تمورو غدا. نمبر 4 ماي انكل عمي لايكس تو يحب ان يعمل ايه يا ولاد لنيو بليسز الاماكن الجديده سو لذلك هي اولويز هو دائما ترافلز يسافر تو ميني كانتريز للعديد من البلاد او للعديد من الدول. طبعا يبقى بيعمل الاماكن الجديده يا اولاد يا ترى اسك يسال او يطلب ولا اكسبلور يستكشف ولا رايت يكتب ولا تيك ياخذ. طبعا اكسبلور يا اولاد يستكشف. ماي انكل عمي لايكس تو اكسبلور يحب ان يستكشف نيو بليسز الاماكن الجديده سو لذلك هي اولويز هو دائما ترافلز تو يسافر الى مني العديد من كانتريز البلاد. نمبر 5 بيقولوا طبعا يا اولاد زي ار رايدنج هم يركبون ها ذا رولي كوستر قطار الملاهي اتس اميزنج انه مدهش. وطبعا خدناه النهارده يا اولاد رايدنج اون. طبعا مش هينفع نيكست مش هينفع ان مش هينفع بتوين هي ايه زي ار رايدنج اون هم يركبون ذا رولي كوستر قطار الملاهي ها اتس اميزنج انه مدهش. بعد كده يا اولاد ري اوردر ذا ووردز ري اوردر ذا ووردز رتب الكلمات تو ميك لتكون كوركت سنتنسز ها طبعا جمل صحيحه. نمبر 1 يا اولاد بيقول لي طبعا هنقرا الكلمات كلمه بكلمه كده يا اولاد وبعدين ايه نرتب مع بعض. اكسبلور يا ولاد معناها يستكشف او استكشف. شود معناها ينبغي او يجب ان. ذا سوكس اللي هي الاسواق الاسواق مفرد سوق أو الاسواق يا ولاد مفردها سوق السوق اللي بنشتري منه الحاجه يعني. ونحن منضي طبعا يوم الايام الاثنين وان طبعا زي ما انتم عارفين بتيجي ايه قبل ايام الاسبوع يعني احنا اما نيجي نرتب نقول اون منضي. احنا عايزين نقول ايه يا ولاد في الجمله دي؟ عايزين نقول ينبغي لنا استكشاف الاسواق يوم الاثنين. ينبغي لنا
استكشاف الاسواق يوم الاثنين. طبعا مع بعض يا اولاد، شود. شود ايه يا اولاد؟ شود وي. بمعنى ايه يا اولاد؟ ينبغي لنا ان. شود وي، شود وي، ينبغي لنا ان اكسبلور، نستكشف. نستكشف يا اولاد ذا سوكس، الاسواق. امتى بقى؟ اون ماندي، يوم الاثنين. شود وي، ينبغي لنا ان اكسبلور، نستكشف ذا سوكس، الاسواق. اون ماندي، يوم الاثنين. نمبر 2، عند جو معناها يذهب، وذا معناها ال، ليتس معناها هي، تو معناها الى، بارك حديقه عامه، زيم طبعا بتيجي مع سيم بارك يا اولاد حديقه الملاهي. عايزين نقول هيا نذهب الى حديقه الملاهي. طبعا يا اولاد ليتس هيا، جو نذهب، تو الى، ها ذا سيم بارك، حديقه الملاهي. ليتس جو هيا نذهب، ليتس جو هيا نذهب، تو الى ذا سيم بارك، حديقه الملاهي. نمبر 3 يا اولاد، بيقول طبعا اباوت معناها بشان او بخصوص، وايام طبعا انا، فيكيشن طبعا اللي هي العطله او الاجازه، ماي دي صفه ملكيه بتخلي الشيء اللي بعدها بتاعي او ملكي، زي ما قلنا يا اولاد ماي بوك كتابي، ماي فازر ابي، ماي مازر امي، ماي بين قلمي. اكسايتد طبعا متحمس. عايزين نقول يا اولاد انا متحمس بخصوص اجازتي او عطلتي. اهو ايام اكسايتد، انا متحمس اباوت بخصوص او بشأن ماي فيكيشن، عطلتي او اجازتي. اي ام اباوت، اي ام، اي ام اكسايتد. سوري يا اولاد، اي ام اكسايتد، اي ام اكسايتد، اي ام اكسايتد، انا متحمس اباوت بخصوص ماي فيكيشن، اجازتي او عطلتي. طبعا عندنا يا اولاد طبعا كان يستطيع، بليسس اماكن، نيو معناها جديد، وي معناها نحن، تراي معناه يجرب او يحاول، اور فيكيشن اجازتنا. طبعا اور يا اولاد طبعا صفه ملكيه بتخلي الحاجه بتاعتنا او بتخلي الشيء ملكنا. يعني لو قلنا اور سكول مدرستنا، ها اور كلاس فصلنا، ها اور تيتشرز مدرسينا. طب لو قلنا اور تيتشر مدرسنا، اور هوم منزلنا، اور بوكس كتبنا، يبقى اور دي يا اولاد صفه ملكيه بتخلي الشيء اللي بعدها ها بتاعنا او ملكنا. فور طبعا معناها ليه. احنا عايزين نقول يا اولاد ايه؟ عايزين نقول نحن نستطيع، نحن نستطيع ان نجرب اماكن جديده في اجازتنا، او يمكننا تجربه اماكن جديده لقضاء اجازتنا. هنقول يا اولاد وي كان، يمكننا، وي كان يمكننا تراي ان نجرب. نجرب ايه يا اولاد؟ نيو بليسس، أماكن جديدة، ها فور ل اور فيكيشن، أجازتنا. وي كان يمكننا تراي أن نجرب نيو بليسس، أماكن جديدة، فور اور فيكيشن، لأجازتنا أو لعطلتنا. وطبعا يا أولاد آخر سؤال مع بعض، سؤال البنك تويت. وقبل ما نحل سؤال البنك تويت يا أولاد، يا ريت كل تلميذ او كل تلميذه سنه سته ابتدائي، الاولاد المحترمين، كل واحد حس انه استفاد من مستر محمود بجد، يا ريت ما يبخلش علينا باشتراك للقناه. يا ريت تشتركوا في القناه، او حتى يحط لايك للفيديو. يعني حتى اقل حاجه مش عايز يشترك يحط لايك للفيديو. سؤال بنك تويت يا اولاد، ده بنك تويت ذا فولوينج، بيقول لي طبعا ماي مام لافز ميوزيومز، ماي مام لافز ميوزيومز. ماي مام طبعا يا ولاد امي، لافز تحب، ميوزيومز المتاحف. طبعا يا ولاد دي جمله، طبعا اول حرف يا ولاد جاي طبعا سمول، هعمله وانا ابقى هعمله كابيتال، ماشي يا ولاد، واحطه في الاخر طبعا فول ستوب يعني نقطه. دي طريقه. والطريقه الثانيه يا ولاد طبعا ممكن اكتب الجمله زي ما هي كده، بس طبعا الام بدل ما هي سمول هعملها كابيتال، يعني هبدا الجمله بام كابيتال، وامشي عادي خالص، واحط في الاخر طبعا فول ستوب. اشكركم لحسن استماعكم ليا، واشوفكم على خير المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.